بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في هذه المحاضرة الجديدة في دراسات سودانية. ولعلكم تكونوا متذكرين بأننا في المحاضرة الفاتت كنا بنتكلم عن القصر الجمهوري اللي هو قلنا مقر الدولة، ده المقر الرسمي للدولة حتى الآن. وقلنا أول من بناه هم الأتراك الترك، و كان اسمه سراي الحاكم العام. وقلنا حتى كلمة سراي دي نحن عندنا ما مستعملة، لكنها جات من الترك. وقلنا في العامية الناس يقولوا سرايا، هذول عنده بيت سمح ولا عنده قصر سمح يقولوا دي سراية فلان الفلاني، فكان سراية الحاكم العام. وقلنا تم اختيار هذا المكان وهذا المبنى 200 لما نقلوا العاصمة من مدني إلى الخرطوم، وبعدين نقلوها ليه؟ قلنا ده والله فيه قصة واضحة معروفة، يعني الذي يرجع لتاريخ السودان بيلقى التفاصيل في كتاب بنفسه اسمه الخرطوم، كتاب اسمه الخرطوم، لو الناس رجعوا لكتاب الخرطوم بيلقوا مزيد من التفاصيل. طيب الكتاب بتاع الخرطوم ده بالمناسبة تأليف البروفيسور عليه رحمة الله محمد إبراهيم أبو سليم. طيب الترك أو الأتراك بنوا القصر ده بشنو؟ بنوا من البداية بالطوب الأحمر، طوب أحمر. شوف سنة كم جابوه، من وين جابوه؟ من سوبة. دي ما كانت عاصمة في يوم من الأيام، وكانت لها مكانتها، وكان فيها مباني زمن الترك، مباني فاخرة جدا. من بقاياها جابوا الطوب الأحمر وبنوا هذا القصر. سوبة طبعا زي ما انتم عارفين تقع جنوب الخرطوم. طيب في الأول طبعا كان طابق واحد، بعد كده عملوا من طابقين وأضافوا له وإضافات جديدة، وكلام له ثم بتين في سنة 1852، ولسه الترك كانوا موجودين. وبالمناسبة على السلم ده، سلم هذا القصر ولا صلاية الحاكم العام، تم اغتيال غردون باشا، كان حاكم عام. الآن لو الناس دخلوا شوفوا الصورة دي للقصر، فيه جناحين، في جناح قايم من الواطة كده في اليمين جاي، وجناح تاني قايم من الشمال كده ويتلموا فوق، دي الجناحين المدخل للقصر الجمهوري، شايفينها في الصورة. طيب في الجناح ده قتل غردون باشا. برضو في غردون باشا دي ناخد لنا وقفة صغيرونة كده، من الذي قتل غردون باشا؟ قتله الأنصار قولا واحدا، ما في خلاف في ذلك، ولكن من الأنصار قتله ما في تحديد، ولكن أغلب الروايات تقول إنه الأمير محمد ودنوباوي اللي موجود الآن في حي في مدرمان اسمه ودنوباوي، هذا الحي سمي على الأمير محمد ودنوباوي. طيب هنا برضو نأخذ لنا وقفة، الكلام ده بتين حين حررت قوات المهدية الخرطوم، حررته دي مهمة جدا، لأنه الحقيقة للأسف الشديد في كتب التاريخ حتى كاتبينها سودانيين، كاتبين يقولوا شنو؟ بيقولوا سقوط الخرطوم. لا، الخرطوم ما سقطت، بالعكس الخرطوم صعدت، ما سقطت. تحرير الخرطوم أو انتصار الخرطوم، أنا أفضل انتصار الخرطوم، الخرطوم انتصرت. ودي برضو لو الناس رجعوا للشعر بيلقوا الشاعر سيد أحمد الحردلو، شاعر الدبلوماسي حردلو، عنده قصيدة بغنيها العطبراوي، يقول فيها شنو؟ يقول وكان غردون وكان خرطوم، خلاص دلوقتي بقى يا الخرطوم يا غردون، واحد في الاثنين، الاثنين ما بيتلموا اصله، بس يا الخرطوم دي تروح ويكون الحاكم غردون، ويا غردون ده يروح وتبقى البلد حقت الناس، يا غردون ويا خرطوم
وكان خرطوم. يا سلام، شوف الحردله خدتها كيف. كان خرطوم وكان غردون، ويا خرطوم ويا غردون، وكان خرطوم بغنيها العطبراوي ربنا يرحمهم الاثنين. طيب برضو في نقطة هنا نجيب فيها، الأنصار لما زحفوا على القصر الإمام المهدي عليه السلام قال لهم كلام، وصاهم وصية، قال لهم الغردون باثنين بمعرفة يعني، الغردون يا أخواننا لا تقتلوه، الغردون يا أخوان لا تقتلوه، بالتعبير الحديث جيبوا حي، جيبوا حي. دي طبعا أسئلة الآن مستخدم، جيبوا حي ليه؟ ما يخلونه يقتلوا يا أخي، ما يقتلوا ودي وين نحن. لا، الإمام المهدي كان نظرته بعيدة، نظرته كانت بعيدة جدا جدا، كان داير يعمل تفاوض مع الإنجليز. الإنجليز كانوا في مصر معتقلين أحمد عرابي، ساير مصري ضد الإنجليز، فالإنجليز اعتقلوه. فالإمام المهدي كان عايز يساومون، يقول لهم فكوا أحمد عرابي أفك لكم غردون، كان هيعتقله هو، فكوا أحمد عرابي أفك لكم غردون. لكن الأنصار مع أنه وصاهم الغردون يا أخواننا لا تقتلوه، لكن طبعا يا جماعة الأنصار جايين زعلانين وعندهم غبينة، غبينة النصراني ده، النصراني الكافر ده نحن نخليه، وهجموا طوال على القصر وقتلوه. هذا هو الذي حدث. فغردون في هذا القصر أو في هذه السرايا أو في هذا السراي تم اغتياله. الكلام ده كان قلنا اتبنى من طابقين بإضافات سنة 1852، وفي سنة 1899، والكلام ده قلناه قبل كده، 1899 ده كان بداية العهد الثنائي، يعني الحكم الثنائي بين مصر وإنجلترا. طيب أو بريطانيا، نقول بريطانيا ومصر. طيب في سنة 1899 أعادوا البناء لهذا القصر، أعادوا البناء وبنوه بالحجر، وتم اكتماله في سنة 1900، عاقلة كده 1900. هذا هو القصر، هذا هو القصر، رمز الدولة، مقر الدولة. أي دولة في العالم عندها رموز تحافظ عليها، ترمز إليها وتشير إليها، من ضمنها العملة، من ضمنها العلم، من ضمنها النشيد، من ضمنها شعار يمثل الدولة، شعار يمثل الدولة. الحقيقة في بداية الاستقلال تم اختيار وحيد القرن، وحيد القرن رمزا وشعارا للسودان. والحقيقة وحيد القرن ده من الحيوانات القوية جدا، وعنده قرن واحد بفوق، عشان كده اسمه وحيد القرن، وبيسموه برضه الكركدن، وبيسموه أيضا الخرتيت. هذا الشعار، هذا الشعار القوي يرمز للقوة، سموه شعار السودان. قلنا أي دولة عندها أشياء ترمز لها، العلم بيرمز، النشيد بيرمز، المقر بيرمز، وكذلك الشعار. أي دولة لازم يكون عندها شعار. والحقيقة الدولة السودانية في بداية الاستقلال اختاروا رمز، هذا الرمز هو وحيد القرن، وحيد القرن. وحيد القرن ده الحقيقة حيوان قوي وضخم جدا، وعنده قرن واحد لقدام، عشان كده سموه وحيد القرن. وحيد القرن ده حقيقة بيسموه الناس الكركدن، وبيسموه الخرتيت، لكن على كل حال كان شعار لجمهورية السودان في بداية الحركة الوطنية، في بداية الاستقلال يعني. لكن في مايو 1970، ده زمن نميري عليه رحمة الله، في مايو
1970 تم تغيير شعار جمهورية السودان من الخرتيت إلى صقر الجديان. والحقيقة يعني صقر الجديان أهو دعينه له، أهو دعينه له. أول حاجة هذا الصقر، صقر الجديان يعني واقف في حالة سكون، في حالة سكون، وينظر إلى اليمين، إلى يمينه هو، لو عينته له تلقاه ينظر إلى اليمين وعينه شوفوها عينه ظاهرة جدا. دي حاجة مهمة، كون ينظر إلى اليمين دي ذاتها حاجة مهمة، ربنا يجعلنا من أصحاب اليمين. بعدين الجنحين بتاعته قويات في ارتفاع إلى أعلى، برضو ترمز للقوة، يعني جناحين وقفات هو عين لهم، عينه شفتوا الجناحين شوفوا وقفات إلى أعلى، جميل جدا. في قوس في أعلى، في قوس إطار، الحقيقة إطار هو ده، شايفين الإطار هو ده، هو ده عين له، يعني شوفوا من 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 أدنى إلى أعلى مايل كده، ومكتوب في النص النصر لنا، واضحة جدا النصر لنا، جميل. وطبعا ذات دي عبارة جميلة، رمز جميل، شعار جميل، النصر لنا، جميل. في نفس الوقفة تحت الصقر الجديان إذا فوق قلنا هذا الإطار اللي فيه النصر لنا، تحت فيه إطار كمان معكوس، يعني ده كان من أعلى، من أدنى إلى أعلى، ده من أدنى إلى أعلى، قوس معكوس على ذاك، ده مكتوب فيه شنو؟ جمهورية السودان. طبعا الذي صمم هذا الشعار رجل فنان، وهو ما اللي اختار الصقر، وإنما هو الذي صمم، لما اختاروا هذا الشعار صمموا وعمل الإطارين ديل مكملين لبعض، يعني إطار فوق وإطار تحت قصار وطوالي، إطار فوق النصر لنا، إطار تحت جمهورية السودان. طيب الحقيقة لماذا صقر الجديان؟ لماذا صقر الجديان؟ صقر الجديان أولا يوجد في كردفان وفي دارفور وفي الجنوب الشرقي في النيل الأزرق، جميل جدا جدا. طيب الحقيقة يعني الصقر ده، صقر الجديان ده بيتميز بأشياء عجيبة جدا. أول حاجة يتميز بالطيران إلى أعلى 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 أعلى، ودي حاجة كويسة، يتميز عن الطيور كون يرتفع إلى الأعالي، ودي معناتها شنو؟ للعلا 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 دائما. حاجة ثانية عينه قلت لكم عليها بتلمع، دي من أعلى يستطيع أن ينظر للبعد تحت، دي برضها ميزة. ثاني عنده ميزة، الطير العادي ده بيطير زيه، لكن بيجري جريتين كده نقزتين ويطير، لكن صقر الجديان يستطيع أن يجري مسافة طويلة جدا جدا بالأرض ويطير. طيب الحقيقة يعني في حاجة مهمة جدا عايز أقولها هنا، الحقيقة هذا الكلام ده أقوله أنا قريته في حوار يتعمل مع البروفيسور محمد عبد الله الريح. طبعا عبد الريح ده عالم، شوف مش عالم وبس، عالم وفنان وزواقة، وبكتب استراحات وخفيف الظل، وعنده لقب مشهور حساس محمد حساس، حساس محمد حساس. يعني هذا الرجل الكلام اللي بيقوله ما بيقع وطاه، علم ما في أي كلام في ذلك. يمكن الفرق بينه وبين الآخرين إنه هو بيقوله معه حب السكر كده، يعني يوصل للناس بصورة جميلة. قال إنه صقر ده بيتميز بحاجة غريبة جدا جدا، قال مركب من حاجتين، مركب من جزئين، الجزء الفوق صقر، والكرعين التحت قال كرعين سمبرية، ودي حاجة عجيبة جدا. السمبرية طويلة طويلة، وبرضو معناتها دي شنو؟ العلو والارتفاع. طيب الحقيقة الناس لما يقولوا صقر الجديان
يخطر على بال، يخطر على بال انه بياكل الجديان، والجديان مفرد الجدي اللي هو جنى الصيدة. سبحان الله، الاستاذ محمد عبد الله الريح بروفيسور قال غريبة انه صقر الجديان ما بياكل، ما بياكل الجديان، بياكل الحيات، الحيات. اول حاجه قال لانه ما عنده مخالب، يعني تحت ما عنده مخالب يقبض بها الجدي، فبياكل الثعابين. وذات رجاله منه، كون ياكل الثعابين دي ما رجاله منه ذات، ودي برضه تديه ميزه انه ياكل الدبايب كده جوا عينه كده ياكلها. ولذلك حين تم هذا الاختيار بهذه المميزات وبهذه الخصائص في صقر الجديان التي تدل على قيم الشعب السوداني وسمات الشعب السوداني، الرجالة والقوة، ها الرجالة والقوة والشمم والإباء والعزة. ودي يعني يمكن الشاعر محمد حسين عبد الرحيم، هذه صورته، هو ده محمد حسين عبد الرحيم، ده محمد حسين عبد الرحيم اللي عمل قصيدة شنو؟ قصيدة أنا سوداني اللي بغنيها منو؟ حسن خليفة العطبراوي، حسن خليفة العطبراوي. وهذه القصيدة طويلة جدا الحقيقة، طويلة جدا جدا، نحن بناخذ منها حتة صغيرة اللي هي شنو؟ أيها الناس، أيها الناس، نحن من نفر عمروا الأرض حيث ما قطن. نحن والله نمشي في أي حتة نصلحها، ودي حقيقة هسه. حتى أبناء السودان اللي بيقتربوا، اللي بيقتربوا والله مكانتهم عالية جدا جدا، رافعين راسنا برا، يعني دائما بيميزوهم ودائما يقدموهم حقيقة، ودي حقيقة. والسوداني اللي لو مسكوا شغل ما بقصر فيه، أصلا ما بقصر فيه، بيضربوه المثل بالأمانة وبالثقة وبالرجالة كمان، بالرجالة كمان. حماقة دي عنده الحماقة، الحماقة دي كان بيقدر سيدة، يعني لو واحد مغترب وسيد العمل قال لأي كلمة محرجة أحكي لكم نكتة أختم بها الكلام ده لأنه القصيدة لسه جاية. فقالوا في واحد واحد من الشيوخ يعني برا بوصي في ولده، قال له شوف أوعك تحرج سوداني، السودانيين ديل ما بيرضوا الحقارة، أوعك. وقال له أوريك، وقاعد مع قاعدين معه جماعة، قال له أوريك. نادى له واحد مغترب ما سوداني، قال لي يا أخي أنت سعيد، احنا لحد اخر الشهر عنده، قال لي خروج بدون عوده، نحن قلنا منا خلاص لان نرجعك بس خروج بدون عوده. ده قاعد يبكي، قال لي انا عملت شنو؟ والله انا كذا وانا كذا وانا كذا وبتاع. قال لي خلاص امشي. هذا السوداني، السوداني ظنه سواق، شو سواق ذكران جا، قال لي يا اخي اسمع، بينرفز كده، قال له اسمع نحن عامل حسابك من اخر الشهر بنفنشك، آخر الشهر بنفنشك، دحين عمل حسابك. ايوه قال آخر الشهر، ولآخر الشهر هسه هاك مفتاحك. وجدع له بلادي ما رجاله. ان شاء الله نحن نواصل هذه القيم ان شاء الله في المحاضرة القادمة. السلام عليكم.